الشغل ده. يلا دوزي نظرات التحدي. هنبتدي بالفوازير او الالغاز. الغاز فوازير ماشي. الغاز. السؤال الاول لماما. علا عمتك اخت ابوكي خال ابنها يبقى مين؟ عمتك عمتي عمتي في تايم عمتي خال مين؟ عمتك اخت ابوكي خال ابنها يبقى مين؟ خال محدش يغشش يبقى ابويا. ايه الشطاره دي؟ برافو ابوكي. مامي عرفت نقطة لماما او لمامي علا. طيب جميلة. ايه الحاجة اي حاجة بناخد منها بتقل او بتنقص صح؟ ايه الحاجة اللي كل ما ناخد منها تكبر؟ من ايه؟ من الحاجة دي. من ايه؟ ايه الحاجة اللي كل ما ناخد منها تكبر بدل ما تصغر؟ ها؟ كل ما ناخد منها تكبر؟ ها؟ ها؟ اديكي مساعده اختيارات. طيب عشان الوقت. هل الـ الـ الشوكولاته اللي في الدرج بتاعك ولا ولا بركه الميه ولا الحفره؟ الحفره. هو اجابه صحيحه. ما تتخضيش اجابه صحيحه. دلوقتي في دي هينزل على الشاشه مسابقه اسمها اللي يلحق. اوكي اللي يلحق. في حاجات كتير هتنزل على الشاشه هتختاروا منها حاجه. يعني خلوها تنزل سلايد. شخصيات كرتون، حاجات بنشوفها في السماء، اسامي ولاد بتبدا بحرف البي، حيوانات، افلام ديزني، اسامي بنات بتبدا بحرف الميم. كل واحده فيكم هتختار حاجه والفئه اللي هي هتختارها تبتدي هي والمنافسه بتاعتها تفضلوا تقولوا لحد ما الجرس يضرب. الجرس يضرب بشكل عشوائي. هتختاري ايه الاول؟ من نفس السلايد. هتختاري اسماء اولاد بالب ولا اسماء بنات بحرف الميم؟ اسماء بنات بحرف الميم. اوكي ابتدي. ملك. مريم. مليكة. منى. مرنت. ايه؟ مرنت. مرنت. مرنة. منى. ايه ده ده. ميرات. ميرفت. برافو برافو يا دوسي. ميرفت ده بقى. مديحة. نادية. لا لا اسمها نادية مش مادية. مادية. لا ها قولي واحد تاني. ساعدوكي. مي. خسرتي يا جميلة. ماما هي اللي جابت الأسماء. لازم نحيي ماما. أموت وأعرف آدم بيعمل إيه. آدم مين أشطر؟ أنا؟ مامي أشطر صح؟ برافو مامي. آدم بيشجع مامي. طيب كل واحد فيكم هنديله حاجه يحاول يمثلها للجمهور والجمهور يحاول يعرف هو بيمثل ايه. أوكي. نبتدي بمين؟ نبتدي بعلا عشان جميله تشوف هنمثل ازاي. هتطلع يعني تعملي ال هطلع هنا مثلا يعني كلمه يعني ولا جمله ولا حاجه؟ لا يعني حاجه. اوكي ماشي. اوكي تتورهاني يعني ولا انا؟ المفروض انا هتقفي هنا في النص ومثلها من غير كلام. هي هتمثل لكم شيء حاجه. الحاجه دي ممكن تبقى شخص، ممكن تبقى مكان، ممكن تبقى لعبه، اي حاجه يعني. طيب بدا التايم. اوكي. ياي. لا قولوا بصوت عالي. سوبرمان. سوبرمان. برافو. ممثلة قديمة. لا 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 يعني. تعالي. يلا شوفي انت. كانت سهلة دي جميلة.
عايز تغير. يلا التايم. استني تايم، استني تايم، استنوا التايم، ركزوا معاها، قولوا بصوت عالي عشان تسمع تقول لكم صح ولا غلط. بيقولوا لك اراجوز. بيقولوا لك هواء، كهرباء، شجره. بيقول لك واحد بيغرق. ها اعملي حاجات تانية. حاولي تفكري. سهله جدا، مكرونه سباكيتي. دي سهله قوي. يلا برافو. تجري سباكيتي اول اوفر ذا بليس. دوزي مش عايز تغرب واحده. تعالى يا ونس. هي وانا انكتد. نو 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 خليه. طيب بصي دلوقتي علا هي اللي هتمثل. اتفضلي يا ستي. طيب ماشي اوكي، ركزوا معايا بقى. ابتدي. هم مركزين والله. هي مشكلة ما كانش فيهم. سوبر ماركت. انا صح. مامي مامي شطوره. تعالي تعالي تعملي ايه بس لازم تتخيلي هم هيشوفوا الحاجه ازاي. يعني وانت بتعملي كده هم فهموا ايه؟ يعني اتليست كنت تعملي مثلا انت بتاكلي الاول يفهموا انه ده اكل، وبعد كده تعملي الحاجات. ماشي. طيب اوكي. ركزي. ركزي كده وفكري هم يفهموا ازاي. استني. بيقولوا لك باليه. لا مش باليه. لا يعني هو مش باليه ولا حاجه زي الباليه. حاجه زي ما تتكلميش بقى كده. يا لازم تفيديهم. ايوه في حد بيقول علي صوتك. باليه مائي. برافو، اجابه صحيحه. برافو يا جميله. لازم تردي عليهم. صح كده. ساعديهم. يعني لازم نلعب بقى اللعبه دي في البيت. يعني فيها شريد. ابتدوا يعني ايماجينيشن. صح. انا عرفت هسالك ايه الحاجه اللي جايه. يلا من كلمتين. نعم. لا لا خلاص ما. يلا مامي بتغش يا جميله. كرة أرضية مش كرة قدم. صح. كان لازم أسألها على زحل، كوكب زحل. تعال تعال. أرضية. ركزي. بصي لهم. ركزي. بصي لهم هم بنبوزي. أيوة. طب ما تمسك. أيوة. شيف الشربيني. لا يطبخ اكل. ها مينا. الكوافير. برافو. مصفف الشعر. برافو. صح شطوره. بس قوليها بصوت عالي عادي يعني. يلا. مش هروح بكرة المدرسة. مش هروح بكرة المدرسة. مدرسة؟ قوليها صح ولا غلط. مش هروح المدرسة بكرة. هتروح المدرسة بكرة؟ مش هروح. نعم. ازاي؟ من الثمن. انا هزر ولا بالراحه يا ولد. انت في دوله ثانيه. ازاي؟ احنا فين؟ يلا. من درس القراءه. في مزرعه. والد. مزرعه والد. رشا. حيوانات والطيور كثيرة. ده موضوع انشا ولا ايه؟ ايوه يعني ايوه. في المزرعة. ايوه. برافو. ايوه برافو شطورة. بيلعب. قولي تاني. ولد بيعمل ايه؟
في مزرعة والد رشا رشاد رشا رشا ها كملي حيوانات أيوة حيوانات الوز الأوز حيوانات ها الوز والبط حيوانات مزرعة وطيور كثيرة ثري في مزرعة والد رشا حيوانات وطيور كثيرة في المزرعة رشا ولد شيل السماعة يا ولد بيعملوا ايه بقى او بس اولا أو انت تقريبا جبتي الدرس كله شطورة انت جبتي الدرس كله بس يعني ايه انا اتراشت كان ناقصتك شوية تركيز قولي لها الجملة في المزرعة في مزرعة والد رشا حيوانات والطيور كثيرة درس قراءة يا علا اكيد درستيه 100 مرة والد رشا كان ولد مين ورشا مين أيوة. ميلا كريم كراميل كريم كلمة كريم لم كريم كراميل كريم كريم لم كريم لم كراميل بالليل كريم كراميل والله سهلة جدا سهلة دي سهلة المرة الجاية تركزي شوية مع لا خلينا نحط لها حاجة أسهل كمان لا عند مهر خلي براحته هو يجي هنا براحته ماشي يلا ركزي ركزي يا بمبوزي Can you hear me? البسي دوزي حمام لا استنى بيحبك بحم بيحبك دوزي بيحبك اك ان قوي حيوانات قوي دوزي بيحبك قوي دوزي بيحب يلون شطوره قريبه انه بيحب يلون يعني دوزي بيحبك قوي دوزي بيحب قوي ايوه برافو دوزي بيحبك قوي برافو ميلا الحمد لله برافو دوزي بيحبك قوي هتوقع بتاع دي على دماغك تعالي هسيب السماعه ولا مش عايزه ايوه عاوزه دوزي بيهرب بصي دوزي بيهرب يا جماعه انا نفسي حد يصور من ناحيه دي لا يخرب دوزي خلاص هي اللي بتبوسك انا مالي وانا انا قلت ما اجيبش العيال ما سمعتونيش انتوا مش عارفين ليه قلت لكم اجي لوحدي باحترامي ماليش دعوه بالنقط هي طبعا ماما هي اللي فايزه لانه يا عيني على اللي بيحصل فيها ده احنا ده يعني حاجه ثانيه يلا جيب دوزي هاد مامي حكمت عليك ان احنا نشغل الاغنيه وانت تغني معاها يلا دوزي معايا تعالى مانا في البيت مرمية والبهدلة هي غرقانة في اللي عليا
كمل لعبه بس.